دلوقتي هنتعرف على غساله الهوفر 7 كيلو 1100 لفه. الموديل بتاع جي في 11/7 دي سي 1-EGR. طيب اول هنشوف برامج التشغيل، اول حاجه وضع الايقاف، بعد كده برنامج السريع، بعد كده برنامج الملابس المختلطه، ملابس قطنيه شديده الاتساق زي الملابس البيضاء، بعد كده اكريليك اللي هي الالياف الصناعيه، في بعد كده ملابس الجينز، ملابس الاطفال، ملابس الصحيه او الغسيل الصحي اللي هو الهيجين، برنامج شطف، في بعد كده برنامج صرف ودوران سريع، بعد كده برنامج حرير، غسيل يدوي، ملابس صوف، ملابس خفيفه او غسيل خفيف، برنامج اقتصادي 20 درجه مئويه، بعد كده برنامج اقطان اتساخ قليل، بعد كده وضع الايقاف مره ثانيه. لو جينا على وضع البرنامج السريع اقدر اغير وقت البرنامج السريع من خلال الزرار ده، هلاقي عندي هنا 14 30 44، اقدر من خلال زرار تغيير الوقت اللي برنامج السريع اغير من 14 ل 30 واطلع ل 44، ممكن ارجع تاني ل 14. طبعا مع التغيير بلاقي الوقت على الشاشه بيتغير معايا، يعني لما اغير كده 30 تيجي 30، 44 تيجي 44، ارجع تاني تيجي معايا. تمام، هنا ده زرار التشغيل وايقاف مؤقت، هنا هلاقي زي ما قلنا اول مره ده تغيير وقت البرنامج السريع بس، ما بيغيرش وقت برنامج تاني. هنا تغيير درجه الحراره، اقدر اغير درجه الحراره من خلال الزرار ده، لو انا مثلا ظابط على وضع اللي هو القطن شديد الاتساخ ممكن انقص لحد 20 او الغي تبقى كده خالص صفر درجه مئويه، او ارجع تاني ل 90 درجه مئويه وهكذا اغير درجه الحراره. بعد كده في تغيير سرعه العصر، ممكن اقلل لحد صفر لفه في الدقيقه، ده بالنسبه للدوران السريع، او ارجع تاني لاعلى حاجه. بعد كده في برنامج مانع الكرمشه، ممكن اضغط عليه، طبعا لو انطفى معايا معناه ان هو مش اكتف في البرنامج ده. طبعا لو انا غيرت مثلا برنامج تاني وضغطت ضغطه على مانع الكرمشه هيتنشط معايا، ده معناه انه هيشتغل في البرنامج بتاعي. في اللي هو الغسله التمهيديه، ده بيغسل لي غسله تمهيديه، طبعا مع تشغيله بيبدا الوقت يتغير معايا من ساعتين ودقيقه لساعتين و10 دقائق، دي فتره الغسله التمهيديه اللي هي قبل الغسله الرئيسيه. بعد كده في اللي هو الضبط المسبق، بيبدا يقول اتش 00، يعني هاخرك التشغيل بنسبه ساعه ساعتين ثلاثه، واعمل بعد كده ستارت، يبدا يحسب 4 ساعات تاخير وبعد كده يبدا يشتغل. عاوز الغي اي ضبط انا عملته هعمل على وضع الايقاف وارجع افتح اي برنامج مره ثانيه. دي طبعا الشاشه بيظهر عليها الوقت البرنامج واكواد الاعطال، ده الحموله بتاعتي 7 كيلو، وده البرنامج او ده اللي هو الموديل بتاعي، والموديل بتاع الغساله كاندي 7 كيلو، كاندي 7 كيلو. شكرا.